بيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين منذ قليل ننشر التفاصيل، وبيان عاجل من إثيوبيا تستفز فيه مصر ننشر أيضا التفاصيل، وعاجل الرئيس السيسي يكشف عن سبب خسارة مصر 400 مليار دولار، وعاجل الجيش المصري في بيان عاجل يكشف عن رقم ضخم لعدد السكان المتوقع عام 2052، وتفاصيل قطع حديث محمد رمضان في افتتاح الجونة وسط جدل حول حضوره وإعلامي بارز لو مش عايزينه جبتوه ليه، وعاجل تفاصيل وفاة أول سيناريست مسيحي قام بكتابة عمل عن النبي محمد. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أو 2000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا، وبيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين منذ قليل، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروعات القومية أو الإسكانية يجرى تنفيذها بأموال مصرية. وخلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة في منطقة 6 أكتوبر، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فهم خطورة المشكلة التي نعانيها بسبب البناء على الأراضي الزراعية. لفت إلى أنه لا بد من أن يكون للإعلام دور يعكس حجم المشكلة. أشار الرئيس السيسي إلى أن قرية الديسمي التي عانت من السيول العام الماضي كانت مبنية على أراضي زراعية. وضح أن قضية البناء على الأراضي الزراعية مسؤولية الجميع، وأعرب الرئيس السيسي عن استياءه من البناء على الأراضي الزراعية في وقت نسبة الصحراء في مصر تبلغ ما يزيد عن 90%. مصدر معانا كان من RT. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن يعني النسبة المأهولة بالسكان في مصر لا تتعدى 9%، وأن نسبة الصحراء في مصر 90%. فطبعا يعني لو تم استغلال الأراضي دي بشكل صحيح لكان مفيش يعني ولا زحمة ولا المناطق يعني العشوائية في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وطبعا نتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب أن يتم استغلال صحراء مصر للزراعة والإسكان ولتوزيع السكان بشكل مثالي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من إثيوبيا تستفز فيه مصر ننشر التفاصيل. أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية بأنها تتوقع من الجزائر لعب دور فعال في تصحيح المفاهيم بشأن سد النهضة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أجرى مناقشات مثمرة في هذا الشأن مع وزير الخارجية الجزائري رانتان لعميمرة على هامش الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في اديس ابابا. وقال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية دينا مفتي ان الوزيرين الجزائري والاثيوبي تبادلا وجهات النظر حول كيفية تصحيح سوء التفاهم في الجامعة العربية فيما يتعلق بقضية سد النهضة الاثيوبي الكبير. اشار الى ان الجزائر ستتولى الرئاسة المقبلة لجامعة الدول العربية، ومن الواقع أن تلعب دورا فعالا في تصحيح سوء التفاهم بين الدول الأعضاء في الجامعة. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن لعميمرة قوله إن بلاده ستبذل جهودا لإيجاد تفاهم متوازن ودقيق بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول قضية سد النهضة. مصدر معنا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية. طبعا مصر مش محتاجة توضيح بشأن هذه القضية، القضية واضحة وصريحة، أن هناك تعنتا إثيوبيا واضحا وقوي في هذا الملف، وأن مصر عندها معلومات يعني قد تصل من قلب سد النهضة. مصر لديها المعلومات الكافية ولديها المفاهيم الكاملة لموضوع سد النهضة، والاستخدام الحقيقي لسد النهضة هو طبعا استخدام سياسي للضغط على مصر، وليس الاستخدام المائي هو السبب الرئيسي في سد النهضة.
أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الرئيس السيسي يكشف عن سبب خسارة مصر 400 مليار دولار. كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبب خسارة مصر 400 مليار دولار عام 2011، وخلال كلمته في افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، قال الرئيس السيسي: الدولة المصرية عانت من مشكلة قائمين على بناء الوعي من خلال عدم التوصيف الحقيقي على أسباب المشاكل. الناس في المناطق غير الآمنة يتقال لها البلد سايباكم وعايشين للأغنياء بس. وأضاف الرئيس السيسي: في لجنة تم تشكيلها لحجم الخسائر المباشرة التي خسرتها مصر في 2011، وبلغت الخسائر 400 مليار دولار، يعني 6 تريليونات جنيه. أقائمون على بناء الوعي لم يقوموا بدورهم الحقيقي في هذا الوقت، وكادت البلد أن تتدمر كما دمرت دول أخرى مثلها، مثل الدكتور الذي يوصف العلاج الغلط بناء على كشف طبي غلط. مصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. الرئيس السيسي يعني ينشر مفاجأة أن مصر قد خسرت 400 مليار دولار عام 2011. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الجيش المصري في بيان عاجل يكشف عن رقم ضخم لعدد السكان المتوقع عام 52. أعلن رئيس الهيئة الهندسية للجيش المصري اللواء إيهاب الفار أنه من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمواطنين في مصر عام 2052 ل 192 مليون مواطن. وخلال حفل افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، كشف اللواء إيهاب الفار أن الجيش المصري تكلف ببناء 1 مليون وحدة سكنية بتكلفة 635 مليار جنيه، منها 517 ألف وحدة سكنية بتكلفة 325 مليار جنيه، سواء كان سكن متوسط أو اجتماعي، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ 110 وحدات سكنية بتكلفة 39 مليار جنيه. أشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية خاصة بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. وأشار اللواء إيهاب الفار إلى أن الإسكان بديل المناطق غير الآمنة يشمل 200 ألف وحدة سكنية كلفت الدولة 70 مليار جنيه، إذ إن الحكومة المصرية تنفذ عدد من المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، ليتم استبدالها بمشروعات سكنية عدة داخل كثير من المناطق. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتفاصيل قطع حديث محمد رمضان في افتتاح الجونة وسط جدل حول حضوره وإعلامي بارز لو مش عايزينه جبتوه ليه. أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بأغنيته الجديدة جابوا البنات بصحبة النجم العالمي المغربي ريدوان والملحن نعمان بالعياشي. وأثار رمضان في وقت ظهوره حتى انتهاء حفل الافتتاح في الدورة الخامسة للمهرجان بعض الجدل، حيث دخل بسيارته اللامبورجيني بشكلها اللافت للانتباه وشعار نمبر 1 مرسوم عليها، وظهر بإطلالة مميزة تتكون من جاكيت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود. كذلك لاحظ عدد من رواد التواصل الاجتماعي تجاهل عدد من النجوم رمضان أثناء تقديم أغنيته على المسرح، ولجأ بعضهم للنظر في هواتفهم. وقدم النجم المصري أغنية على طريقة البلاي باك رغم قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء بفلاشة وضرورة وجود عدد من الموسيقيين لا يقل عن 8 عازفين، لكن الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية قال إن رمضان لا ينطبق عليه قرار الغناء بالفلاشة، وضح أن الأخير فنان استعراضي وليس مطربا غنائيا. وعلى المسرح فوجئ رمضان بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه، وأهدته باقة من الورود فقبلها وقال لها الصلح خير، وعندما حاول أن يلقي كلمة تم قطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ، وأعرب الجمهور عن استيائهم الشديد لما حدث معتبرين إياه أمرا مدبرا للتغطية على نجاحه.
وانتقد الإعلامي عمرو أديب إدارة المهرجان بسبب ما حصل مع رمضان بعد انتهاء عرضه، وقال حتى المذيعة لما قدمته قالت معانا محمد رمضان بس، وده محمد رمضان اللي لما بيتقدم اوعى نمبر 1، وهي مفيش حاجة خالص من دي. الراجل طلع وبعد ما خلص النور والصوت قطعوا والقاعة كلها خلصت. طب يا جماعة لو مش عايزينه جبتوه ليه؟ طب ولو عاوزينه عملتوا فيه كده ليه؟ ما يصحش كده. المصدر معانا كان من RT، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز اعرف رايكم في الفنان محمد رمضان ويعني طريقه تمثيله او طريقه عرضه على السوشيال ميديا لما قدمه من نجاحات يعني منسوبه لي. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. عاوز اعرف برضو رايكم في مهرجان الجونة السينمائي، هل انتم معاه ولا ضده؟ اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل، تفاصيل وفاة اول سيناريست مسيحي قام بكتابة عمل عن النبي محمد. توفى اليوم السيناريست المصري كرم النجار وفق ما افاد به الفنان منير مكرم عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية لصحيفة اليوم السابع. وأشار الفنان منير مكرم إلى أن السيناريست كرم النجار يعد أول مسيحي يقوم بكتابة عمل عن النبي محمد، مسلسل لا إله إلا الله عن حياته. كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، كانت بدايته من خلال مسلسل الإنسان والجبل عام 69، ليقدم بعدها عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون. من أبرز أعماله فيلم الصرخة مع الفنان نور الشريف عام 91، ومسلسلات الرقص على سلالم متحركة، والأصدقاء، وبابا نور. المصدر معانا كان من اليوم السابع. البقاء لله، ربنا يصبر أهله إن شاء الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوف حضراتكم في وقت قريب بإذن الله، ولسه عندنا المزيد من الأخبار العاجلة بنشرها لحضراتكم. ما تنسوش تكونوا متابعين الصفحة بالضغط على زرار المتابعة الأزرق فوق الفيديو، الضغط لو أنت على اليوتيوب الضغط على زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.